muqdisho waxa maanta ka furmay shirka golaha wada tashiga qaran oo ay ka soo qayb galeen dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir balse wali waxa ka maqan madaxweyne dani sida qoraal ka soo baxay filo Soomaaliya lagu sheegay shirkan waxa diirada lagu saarayaa xaaladda amniga dalka gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ay dowladda kula jirta al shabaab dhameystirka hanaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wada tashiga qaran madaxweynayaasha qorqor أحمد إسلام علي قودلاوي إيو لفتا جارين أو لتوهن سيهاي إن أو سببو أها كولان كي هورا إيه باخذي كولان كان وحيابها لو جهد لدونو وحا سيدو كلا كميد أه إسكاشي قود إيه دولاد قبلا جيد إيه دولاد فدرالك سلو حقيجيو نبادا إيه هور مركا دالك ولي وحا كولا مدى دولاها ودا تشيك قران كمغان بودلان أو هورا إيه قادا عدي ودا شقين تا دولاد فدرالك كدب قلاف صوتا لدح جالي مدحدا سراء إيه لبادنينا سنة كان جوديهيسا وا مركي سدحاد او قبصو مك شركة جولاها وضا تشيك قران كدب سدح دي جنايو إيشان يتوان تي مي وا تيرا كير كولا مدي مدشا اي بلو دي دي بدورشا دي مدحوين حسن تضبا دي بل اي اوه الرئيسي اي حكم كحسن وحا لقبتي تيرا افر جير او لماان اي تسو وضا قيب جلين دولة جوبلة ديادا يو جوبلة بنادر